قالت وكالة الحركة الجوية الأوروبية في بروكسل إن السلطات الليبية قررت إغلاق المجال الجوي الليبي أمام سائر أنواع الحركة فوق ليبيا، إجراء يأتي بعد القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بفرض منطقة حظر على الطيران فوق المجال الجوي الليبي. مجلس الوزراء البريطاني من جانبه قرر على الفور عقد جلسة خاصة لبحث الموقف في ليبيا، كما قرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مخاطبة مجلس العموم وإبلاغه بآخر التطورات. كاميرون كان من أشد المتحمسين لفرض منطقة حظر فوق ليبيا، وينتظر أن تشارك الطائرات البريطانية في العمل العسكري لفرض هذا الحظر. وزير خارجية بريطانيا ويليام هيج أبدى من جانبه ترحيبه بقرار مجلس الأمن. هذا القرار يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعنف من قبل قوات القذافي، كما يدعو إلى الحيلولة دون جلب المرتزقة، ويدعو إلى تضييق الخناق بصفة عامة على قوات العقيد. مندوبو حلف الأطلسي في الأمم المتحدة ما زالوا يبحثون كيفية تنفيذ القرار الذي أصدره مجلس الأمن، خاصة بعد أن توافر لهم السند القانوني والإقليمي لاتخاذ موقف حاسم ضد نظام العقيد القذافي. ولكن هناك دلائل على أن فرنسا قد تتخذ إجراء عسكريا خلال ساعات. الضربات الجوية ستنفذ سريعا، وليس مهما متى وكيف وما هي الأهداف وأشكال التدخل، ولكن قرار مجلس الأمن البارحة كان مرحلة مهمة جدا للتعامل مع الحرب في ليبيا والمجازر التي يرتكبها القذافي في حق شعبه. ومن المنتظر أن تقلع طائرات الحلف لتنفيذ عملياتها من صقلية وشمال إيطاليا، وأيضا من حاملة للطائرات في البحر الأبيض المتوسط. أما ألمانيا فما زالت عند موقفها الرافض للمواجهة العسكرية مع نظام القذافي. نحن نقدر الدوافع النبيلة للدول التي أيدت التدخل العسكري في ليبيا، ولكن بسبب إدراكنا للمخاطر قررنا عدم خوض هذه الحرب، وذلك هو السبب وراء عدم تصويتنا في مجلس الأمن. وزير خارجية أستراليا كيفن رود دعا من جانبه إلى ضرورة تعلم الدروس مما جرى في رواندا ودارفور وبلاد البلقان. وعلى الرغم من ذلك فإن مندوب ليبيا في المنظمة الدولية ما زال يدعو المجتمع الدولي ليحول دون أن يحقق من سماهم الانفصاليين والمتمردين أهدافهم. أعتقد أن التحدي الذي يواجهه المجتمع الدولي الآن هو أن لا يسمح بتسليح الانفصاليين والمتمردين، وإذا فعل المجتمع الدولي ذلك فهو يفسح المجال أمام الليبيين لقتل بعضهم بعضا. هكذا لا يبدو أن صوت المجتمع الدولي قد وصل إلى أسماع العقيد وأعوانه، أو لعله يتظاهر بعدم السماع، ولكن ذلك بكل تأكيد لن يحول دون هبوب العاصفة أمام نظام حكم أشرف على الانهيار.